ورحمه الله وبركاته. انا دكتوره هدى اسامه كواليتي سبيشالست. اتشرفت ان انا حضرت ورك شوب دوكيومنتيشن مع شركه هبتا دكتور محمد الفيومي. طبعا شهادتنا فيه مجروحه اكتر من هايل. استفدنا كتير جدا في الدوكيومنتيشن. البروجرام كان جميل جدا. كل حاجه كانت منظمه وتو ذا بوينت. بنشكر دكتور محمد الشيخ على التنظيم الرائع وشركة ايبكس، وان شاء الله مش اخر تعامل ومنتظرين وركشوبس جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا صيدلانية وفاء عبد اللطيف صالح. حضرت الوركشوب الخاصة بالدوكيومنتيشن مع دكتور محمد الفيومي، والحقيقة كانت اكتر من رائعة لان تناولنا فيها الموضوع بجميع الجوانب بتاعته النظرية والعملية، وكون ان احنا نشوف الموضوع بتطبيق عملي من ارض الواقع ده فرق معنا بشكل كبير جدا. طبعا خبرة الدكتور محمد اثرت الدورة جدا، وحابة اتوجه بالشكر للدكتور محمد الشيخ على تنظيم الدورة الجميلة دي، وان شاء الله يعني اتمنى يكون في دورات جاية تانية كتير. السلام عليكم، انا دكتور محمد الفيومي خبير جودة في الرعاية الصحية، وانا سعدت بتقديم وركشوب عن الدوكيومنتيشن ان هيلث كير. الوركشوب بتاعتنا كانت على مدى 3 ايام، شرحنا فيها الديفرنت تايب اوف دوكيومنتيشن اللي بتساعد حضرتك انك تظبط الاداء جوه المستشفى، وفي نفس الوقت تحصل على الاعتماد وتيفر الاعتماد اللي حضرتك بتجهز ليه بيساعدك انك توصل له بسهوله. احنا اتكلمنا على ازاي نعمل بوليسز وبروسيجرز، ازاي نعمل بروجرامز، ازاي نعمل دوكيمنت مانجمنت سيستم. كمان اتكلمنا على ازاي نقدر نراجع ونوثق البيرسونال فايل والميديكال ريكوردز، وازاي نتعامل معاهم بطريقه صحيحه تضمن السيف اوبريشن والاكريتيشن ان شاء الله. سعداء باتمام الدفعه الاولى من البراكتيكال ورك شوب دوكيومنتيشن ميد ايزي مع دكتور محمد الفيومي. عشنا مع بعض على مدار 3 ايام اهم النقاط اللي لازم اي كواليتي سبيشالست يكون عارفها بشكل عملي على ارض الواقع. بنلاقي للاسف ناس كتير خدوا شهادات كتيره في الكواليتي تي كيو ام سي بي اتش كيو حتى ايفن ام كيو ام، ولكن حاجات اساسيه من اللي بتبقى مطلوبه في الشغل نفسه مش عارفها. فبنحاول من خلال الكورس ده نتعلم مع بعض ازاي نكتب بوليسز وبروسيجرز، ازاي نعمل بلانز، ازاي نعمل بروجرامز، هاو تو مانج ميديكال ريكوردز والبيرسونال فايلز. ودي من اهم الحاجات اللي لازم اي كواليتي سبيشالست يكون عارفها بشكل كويس، وان شاء الله الدفعات الجايه تكون موجوده في محافظات جاية وننشر علم الجودة الحقيقي في كل المحافظات.